متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ عساكم طيبين. اليوم نحب نكلمكم عن لعبة Uncharted The Lost Legacy، واللي هي من إنتاج استوديو نوتي دوغ والنشر شركة بلاي ستيشن. اللعبة تعتبر توسعة منفصلة لسلسلة ألعاب Uncharted. في البداية نتوجه بالشكر الجزيل إلى شركة بلاي ستيشن الشرق الأوسط على توفير نسخة المراجعة للعبة لنا لتقديم هذه المادة لمتابعينا الأعزاء. اللعبة تدور أحداثها في جبال الهند خلال فترة الحروب الأهلية، وتسعى كلوي فريزر وصديقتها نادين في رحلتهما للبحث عن كنز غانيش المفقود. الجيم بلاي او اسلوب اللعب ما تغير كثير، وما جاب شيء جديد صراحة في الاكسبانشن هذا، حتى ان المراحل ما شهدت تغييرات في التصاميم، او يمكن شيء بسيط بس نقدر نقول يمكن حركة فتح الاقفال كانت الشيء الوحيد المبتكر. طبيعة الحال اسلوب اللعب السهل والالغاز البسيطة استمرت في هالاضافة ايضا. كون اللعبة تدور أحداثها في الهند، والهند معروفة بطبيعتها الجغرافية الجميلة والخلابة، كان لابد من نوتي دوغ أن تهتم بالجرافيكس وتصميم بيئة خلابة مثل الغابات والأنهار والشلالات والمعابد وغيرها بكل دقة واحترافية وجمال. مدة اللعب تقريبا من 10 إلى 12 ساعة للعبة ككل، ممكن أنك تختمها خلال هالمدة، تعتبر مدة قصيرة صراحة. يمكن لهالشيء أن سعر اللعبة أصلا يكون السعر مخفض مختلف عن السعر الاعتيادي. ربما قد يكون التوجه الجديد لشركة نوتي دوغ هو جعل اللاعبين يقضون وقت أطول في لعب الطور الجماعي وطور السيرفايفل اللي هو طور البقاء، ولكن من الصعب اقناع اللاعبين بالبقاء لساعات طويلة على هذين الطورين. يعني مثل ما قلنا نحن معظم الناس حبوا سلسلة Uncharted بطور القصة او الستوري مود. وها نحن ذا في مجال عملنا، ستقودك العاطفة للتهلكة. خلاصة الكلام، اللعبة بصراحة جميلة، تستحق التجربة، تستحق اللعب، خاصة عشاق سلسلة Uncharted والاستمتاع بطور القصة بالرسوم الجميلة. ولكن يمكن مو بالكل يتقبل فكرة ان هناك شخصيتين ثانويتين خذوا دور البطولة من البطل الاساسي السابق واللي هو كان نيثان دريك. انا بصراحة ما زلت اشوف ان البطل نيثان دريك هو البطل الحقيقي، ودور كلوي ونادين ما اخذ ذاك الاهتمام او ذاك الحجم مثل ما كان نيثان دريك. وجهة نظر قابلة للصواب قابلة للخطأ. في الاخير احب اعطيكم تقييمي للعبة هذه، تقييمي هو 8/10. شكرا لكم متابعينا الاعزاء على متابعتنا، ونتمنى ان شاء الله ان نكون قدمنا ماده جميله استمتعتم ويانا. ولا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان وياكم اخوكم محمد من جيمز ماستر. علينا تولي امر الحمقى اولا. هل لديك خطه؟ اجل بالطبع.